سنتجول اليوم في أكبر سوق أسماك في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، كما سنزور شاطئ بونداي المكان الأنسب لركوب الأمواج هنا في سيدني. هيا بنا. سوق أسماك سيدني الفريد هو الأكبر في القارة الأسترالية والنصف الجنوبي للكرة الأرضية، ولديه ميناء صيد خاص به، إذ يجلب الصيادون يومياً ما اصطادوه من ثمار البحر كالأسماك والمحار والقريدس وبلح البحر وسرطانه، بالإضافة إلى بعض المخلوقات المائية التي لم نشاهد من قبل. أنصح بقاص سوق السمك هذا في فترة ما قبل الظهر لمشاهدة سكان سيدني وهم يتجولون في ممرات السوق، وأنصح أيضا بالانتساب إلى مدرسة لطبخ المأكولات البحرية، إذ يوجد طهاة يعلمون من أراد من زوار السوق طرق طهي الأسماك التي تباع طازجة في سوق سيدني للأسماك. على بعد 7 كيلومترات من وسط سيدني يقع شاطئ بونداي الخلاب الذي أدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 2008، ويزوره ما يقارب 2 مليون شخص سنويا. يمكنك عزيزي السائح الاستلقاء على الشاطئ تحت أشعة الشمس اللطيفة أو السباحة في مياهه الصافية، وهنا أحذر من تخطي حدود الأعلام الحمراء والصفراء الإجبارية، إذ توجد في هذه المياه حوامات خطرة، وقد يصادفك زائر متوحش بحري تنمو له أسنان بشكل مستمر تعد بالآلاف في السنة الواحدة، أي سمك القرش. لمحبي التسلية والمغامرات يمكنكم ركوب الأمواج في شاطئ بونداي، حيث يمتاز طرفه الجنوبي بأمواجه العالية، وأنصح بالقيام في جولة سيرا على الأقدام في ممشى كوجي الساحلي واكتشاف الفرجان المتلألئة وأحواض الماء المحاطة بالصخور. ليث بزاري، العربية، سيدني، أستراليا.